طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من موقع المشاهد نت: عسيلان، الإعاقة لم تمنعه من تحقيق حلمه في صنع أفلام كرتونية. ومن موقع المصدر أونلاين: هروب سجينين من السجن المركزي في إب بظروف غامضة. ومن أخبارنا المنوعة: ممثل كوميدي من تمثيل دور الرئيس خلف الشاشات إلى رئيس حقيقي. لا شيء يقف بين الإنسان ونجاحه حتى لو كان سبباً خارجاً عن إرادته. فالإعاقة مثلاً لم تمنع الشاب أحمد محمد عسيلان، كما ذكر موقع المشاهد نت، من مواصلة دراسته الجامعية تخصص إدارة أعمال في كلية العلوم الإدارية بجامعة ذمار. وبالتوازي مع دراسته الجامعية، طور الشاب القادم من منطقة عنس في ذمار من قدراته في صناعة أفلام قصيرة برسوم متحركة. ولد عسيلان معاقا بقصر القامة الوراثي، فطوله لا يتجاوز 80 سنتيمتر، لكن إرادته القوية والمقاومة للظروف الصعبة جعلته يتجاوز عتبات اليأس ويخلق من نفسه رساما محترفا بعد تطوير موهبته، حين حول رسماته إلى أفلام متحركة. بدأت إبداعات عسيلان تتفتح بإصلاح هواتف أبناء قريته الركيح، بعد تمكنه من معرفة أسرار الهواتف النقالة بالاطلاع المستمر والبحث المتواصل في تفاصيل الإلكترونيات. ويمتلك عسيلان حسا فنيا وقدرة عالية على الرسم، وهو ما جعله يصنع من رسماته مقاطع متحركة قصيرة، وعلى بساطتها تظل جزءا من ممارسة تحد يكشف جليا الروح المفعمة بالعطاء والأمل والإبداع. ما هي مكاسب الشرعية من عودة البرلمان؟ عن هذا تحديدا كتب الصحفي مأرب الورد مقالا في صحيفة العربي في صحيفة العرب، قال فيه: مثل التئام مجلس النواب بمدينة سيئون خطوة مهمة لتعزيز قوة السلطة الشرعية في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثي الذي جر البلد لحرب مدمرة دخلت عامها الخامس ولا أحد يعرف نهايتها. ومن شأن هذه الخطوة المتقدمة أن تحرك حالة الجمود الراهنة في المشهد السياسي، وتعطي الشرعية ورقة رابحة، وهي تفعيل المؤسسة التشريعية التي حالت أسباب كثيرة دون انعقادها رغم أهمية الحاجة لها. ثمة نقاط إيجابية لعودة البرلمان، أهمها تعزيز روح التوافق السياسي وتقديم التنازلات بين مكونات الشرعية، وهو ما سهل انتخاب هيئة رئاسة جديدة للبرلمان بدلا من رئيس الهيئة السابق الموالي للحوثيين والموجود في صنعاء. وهناك عناصر قوة أخرى أضيفت للشرعية، وهي إعلان تحالف سياسي داعم لها مكون من 16 حزبا وحركة سياسية من مختلف التوجهات، وهو أكبر إطار وطني داعم لجهود استعادة الدولة والقضاء على الانقلاب. إن عودة البرلمان ستعزز السلطة التنفيذية للدولة وتعطي الرئيس هادي شرعية إضافية في المفاوضات وإدارة علاقته مع التحالف خاصة الإمارات، وتسحب البساط من أيدي الحوثيين الذين يستخدمون الترهيب بحق الأعضاء المتواجدين بصنعاء بما يشبه الإقامة الجبرية لعقد جلسات برلمانية في محاولة للحصول على بعض الشرعية، لكنها جلسات باطلة وغير دستورية. سيكون البرلمان أمام تحد انتظام جلساته وعقدها بعدن التي تقع تحت سيطرة الإمارات وترفض حتى الآن السماح له بذلك، وهذا سيكون أحد الملفات التي يتوقع نقاشها في الفترة المقبلة في إطار تصحيح العلاقة بين الشرعية والتحالف بشكل عام، واحترام السيادة والالتزام بأهداف التدخل المعلنة وإنهاء الميليشيات المدعومة إماراتياً والتي تقوض سلطة الشرعية. حتى أولئك المفرج عنهم بعد طول تعذيب وأخفاء قصري، تقول رابطة أمهات المختطفين عنهم أنهم، وكما جاء في موقع الصحوة نت، يعانون من حالات نفسية، ومنهم من فقد عقله نهائيا.
وهناك الكثير من المختطفين، تضيف الرابطة، لم يتمكنوا من تسجيل بلاغاتهم للرابطة بسبب خوفهم على أبنائهم ومقر أعمالهم، فهي تقع تحت قبضة الحوثيين، منهم أيضا من خرج بفدية مالية وعددهم 45 حالة. جميع المختطفين بحسب الرابطة يمارس عليهم جميع الانتهاكات والتنكيل دون ذنب، ومنها التعذيب الجسدي، منع الزيارات، الابتزازات المالية. الرابطة ومواصلة لدورها الكبير والمستمر في دعم المختطفين وعدم دخول قضيتهم طي النسيان، وضعت توصيات لمسؤولي الدولة والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان في اليمن وخارجه للعمل على إطلاق سراح المختطفين والمعتقلين والمخفين قسرا دون شرط أو قيد، والكشف عن مصير المخفين قسرا ولم شملهم بعائلاتهم. في ظروف غامضة، يقول موقع المصدر أونلاين: هرب سجينان من مركز إب. أما عن التفاصيل فيقول الموقع إن اثنين من نزلاء الإصلاحية تمكنا من الفرار من داخلها في حادثة لا تزال ظروفها وملابساتها غامضة. وقال مصدر للمصدر أونلاين إن هناك اتهامات بتسهيل عملية الهروب من قبل القائمين على السجن والخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين. وأكد المصدر أن السجينين هما رمزي الحربي ونشوان علي راوح أو رواح، وتعد عملية هروب الأخيرة هي الثانية لهما بعد تهريبهما من محكمة غرب إب قبل 4 أشهر وإعادتهما إلى السجن. وعثر مواطنون بمديرية السبرة على جثة جرفتها السيول، يعتقد من تعرف عليها أنها للسجين الفار رمزي الحربي، لكن لم يتم التأكد من صحة ذلك من مصادر موثوقة. الكاتب سمير عطالله كتب في صحيفة الشرق الأوسط مقال بعنوان العملة الصعبة للأيام الصعبة، وقال في أجزاء منه: عثر في منزل السيد عمر البشير على بضعة ملايين نقداً من الدولار واليورو للأيام الصعبة. المبالغ النقدية التي عثر عليها في مكتب زين العابدين بن علي لم تكن بهذا الحجم، والشاحنات التي نقلها أبناء صدام حسين من البنك المركزي في الأيام الأخيرة مثل الشاحنات التي نقلها القذافي وعلي صالح يجمع بينها كلها أنها كانت بالعملة الصعبة، فقد كانوا أدرى الناس بما فعلته أنظمتهم بعملة البلاد وشريانها الحيوي، وبلد نفطي مثل ليبيا كان يخفض ديناره باستمرار مثل البلدان السقيمة خالية الموارد. وفي نهاية المطاف نتيجة واحدة: شعب معوز وحكام ينامون بين صناديق الكاش، حياة صعبة تحت وعملة صعبة فوق، لكن لا شيء ينفع في النهايات المتشابهة مثل تشابهات الحكم نفسها. الرجل وعائلته وحواشيه يعومون فوق بحر من الفساد ثم يغرقون فيه. أول ما فعله الحوثيون ساعة الوصول إلى صنعاء احتلال البنك المركزي، خرج علي عبد الله صالح بأموال الأرض من أفقر بلدان الأرض، أخذوا أمواله ثم قتلوه ثم وزعوا صورته على العالم. هذه مشاهد من العالم العربي السعيد. 6 ملايين يورو في منزل عمر البشير وعملات أخرى ومجموعات من العصي شعار العهد والنظام، وستلتقط صوراً أخرى غداً لمقتنيات أخرى وهوايات أخرى، والسودانيون يجمعون الفقر واليأس وعرق الجبين. صحيفة العرب الجديد تتحدث عن فشل السلطات المحلية بصنعاء والخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في منع دخول الخضار المروية بمياه الصرف الصحي إلى المدينة بهدف الحد من انتشار الكوليرا في البلاد. محسن الأنسي مواطن يقول للعرب الجديد إنه قاطع الخضار حرصا على سلامة أفراد عائلته، ومنهم ومنعهم منذ أسبوعين من شراء الخس والجرجير والكراث والفجل والقشمي وكل نوع آخر من الخضار التي تستهلك من دون طهي. ويلفت الأنسي إلى أن كثيرين هم اليمنيون الذين لا يعلمون ما هي مخاطر تلك الخضار، كذلك فإن بعضهم يتناولها من دون غسلها جيدا، ولذلك يكونون أكثر عرضة للكوليرا ولغيره من الأمراض. لا يستغني الكثير من اليمنيين عن الخضار، وهذا ما يؤكده مواطن علم بقرار حظر دخول الخضار إلى صنعاء من جيرانه، غير أن الأمر لم يثنه عن شرائها، ويضيف: لست وحدي، كثيرون يفعلون المثل. بينما يقول علي الوصابي إن شاحنات تتدفق يوميا على أسواق صنعاء، ولا معنى لأي قرار منع من قبل الحوثيين لتلك الخضار المروية بمياه الصرف الصحي
ويضيف أن النقاط الأمنية المنتشرة على طول الطريق تتقاضى رشاوي في مقابل مرور الشاحنات، والجميع يعلم بالأمر بما في ذلك السلطات المحلية، لكنها تغض الطرف لأسباب مجهولة. في سريلانكا وغيرها، عنوان للكاتب معن البياري لمقال كتبه في صحيفة العرب الجديد عن سلسلة الهجمات الإرهابية والدامية التي هزت سريلانكا ووصلت صداها للعالم أجمع. قال في جزء منه: سريلانكا بلد معروف لدينا بأنه بلد الشاي، غير أن سمعته أيضا أنه بلد حرب أهلية طويلة، وربما تؤشر جريمة الأمس إلى دخول سريلانكا في طور جديد من فصول هذه الحرب التي نجحت في وقفها إلى حد ما رعاية نرويجية لمفاوضات سلام مضنية. إنه التوحش الذي تتحدى أغراضه وبواعثه العقل لفهمها. صرنا نحن المعلقين المتعجلين في الصحافة نستسهل رميها على داعش وخفافيش الإرهاب المعتم، ممن نعتصم بالحيرة والعجز إذا ما غامر أحدنا وحاول الوقوع على خرائط أمخاخهم ومتاهة الظلام فيها. لا حرمة لكنيسة أو مسجد، لا تمييز بين سنة وشيعة، فالمراد هو الترويع وحسب. أن يخاف الناس لا يجوز أن يكونوا آمنين، عليهم فقط أن يكونوا مؤمنين بقضاء الله وقدره. ولأن الكلام يجر الكلام، أو لأن الدم يذكر بالدم، فإن العنصري الأسترالي برينتون تارانت لما أطلق الرصاص على المسلمين المصلين في مسجدين في نيوزيلندا لم يكن يرتكب جريمة غير مسبوقة، وإنما زاول فيها تنظيراً شديد الخطورة. فقد صنع المجرمون مثله في مسجد الإمام الصادق في الكويت يونيو عام 2015، وقتلوا 26 مصلياً يوم جمعة. هو أرشيف مثقل بالتوحش الذي يتعب الأفهام والمدارك، جريمة جديدة من الجنس نفسه في سريلانكا، دلت أيضاً على أن الإرهاب لا دين ولا جنسية له، كما لا غضاضة من تكرار هذه الرطانة ولو للمرة المليون على الأقل. أعلنت الشرطة السريلانكية بحسب الشرق الأوسط أن حصيلة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت في عيد الفصح فنادق فخمة وكنائس في أنحاء مختلفة من البلاد ارتفعت إلى 290 قتيلا وأكثر من 500 جريح، وذلك بعد إعلانها تفكيك عبوة ناسفة يدوية الصنع تم العثور عليها في وقت متأخر من ليلة الأحد قرب مطار كولومبو الدولي. مصدر في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية إن العبوة الناسفة منزلية الصنع تم العثور عليها على طريق مؤدية إلى محطة الركاب الرئيسية في المطار الذي واصل عمله في ظل إجراءات أمنية مشددة. كما أعلنت السلطات السريلانكية أن الشرطة اعتقلت 13 رجلا لتورطهم بالتفجيرات الدامية، ولم تدلي السلطات بأي تفاصيل تتعلق بالموقوفين. من ممثل كوميدي مثل دور رئيس الجمهورية بطريقة ساخرة خلف الشاشات إلى تمثيل الناخبين بالحياة الواقعية برئاسة الجمهورية بعد تحقيقه فوزا كاسحا ضد الرئيس السابق. هذه قصة فلوديمير زيلينسكي كما جاء في موقع شبكة البي بي سي، حيث أظهر استطلاع رأي الناخبين عقب خروجهم من مراكز الاقتراع أن الممثل الكوميدي زيلينسكي حقق فوزا ساحقا في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الأوكرانية. وأظهر الاستطلاع زيلينسكي أنه حقق نسبة تأييد تجاوزت 70%، وكان قد تأهل في الجولة الأولى للانتخابات التي عقدت قبل 3 أسابيع أمام 39 مرشحا. نافس زيلينسكي الرئيس المخضرم بيترو بوروشينينكو الذي اعترف بالهزيمة، لكنه قال في كلمة أمام أنصاره في العاصمة كييف أنه لن يعتزل الساحة السياسية. أما زيلينسكي قال لأنصاره: أعدكم بأني لن أخذلكم، وعلى الرغم من أنني لست رئيسا رسميا بعد، إلا أنني كمواطن أوكراني يمكنني القول لجميع دول ما بعد الحقبة السوفيتية، انظروا إلينا كل شيء ممكن. ويشتهر زيلينسكي بتقديمه شخصية رئيس الجمهورية في المسلسل التلفزيوني الكوميدي خادم الشعب،
إذ يقوم بدور مدرس تاريخ قادته الصدفة ليصبح رئيسا للجمهورية، ويعمل هذا الرئيس على محاربة الفساد وهدم مراكز البيروقراطية ورموز السلطة الفاسدة. صور متنوعة التقطت في لحظات خلدتها وأصبحت تحكى عن مختلف أحداث العالم، نعرضها عليكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم ومن صحيفة الجارديان. نتابع. الأحداث من وجهة نظر أخرى تكفي فيها الرسمة للتعبير عن آلاف الكلمات حول مختلف القضايا يقدمها لنا رسامو الكاريكاتير. إلى الرسومات. وبهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.